وللمتابعة ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من الخرطوم مراسل الغد محي الدين جبريل. محي، يعني لو تطلعنا على تفاصيل أكثر حول وصول سلفا كير إلى الخرطوم وحول جدول أعماله في العاصمة السودانية. نعم زميلي، سلفا كير كان قد وصل قبل حوالي 3 ساعات من الآن، وينتظر أن يشهد بعد حوالي 45 دقيقة من الآن احتفال يقام في القصر الجمهوري بالخرطوم. يعني احتفال ستقوم فيه الرئاسة الجمهورية السودانية بتكريم سلفا كير مياردين، إضافة إلى رياك مشار. هذه الزيارة ربما الغرض الأساسي منها كما يقول كثير من المراقبين أن سلفا كير سيلتقي في اجتماعات منفصلة مع القوى السياسية المعارضة الجنوب السودانية والتي لا زالت توجد في الخرطوم منذ مفاوضات السلام التي انتهت الشهر الماضي. كير سيجتمع بكل فصيل منفصل عن الآخر لوضع اللمسات النهائية للمشاركة الفعلية لهذه القوى في الحكومة وفقا لبنود اتفاق السلام. صباحا سيكون هنالك اجتماع يجمع سلفا كير مياردين بزعيم المعارضة الجنوب السودانية رياك مشار، ويتوقع أن هذه الزيارة على الأقل أن تعزز عامل الثقة بين الحكومة والحركات المتمردة حتى يتم الإعلان رسميا عن العودة تدريجيا لقادة المعارضة لجنوب السودان، خاصة وأن اتفاق السلام قد بدأ تنفيذه فعليا ابتداء من 12 من الشهر الجاري، وبدأت الخرطوم وكمبالة في رعاية تنفيذ الترتيبات الأمنية بين الأطراف. نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل. محي الدين جبريل مراسل الغد، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الخرطوم.